سياحية أو القرية السياحية. هذه القرية السياحية عبارة عن شاليهات، عشرات أو مئات الشاليهات هنا في هذه القرية. شالي يتسع لست أشخاص، خمس أشخاص عائلة من ثلاثة أطفال وطفلين. حياكم الله جميعا. نحن الآن نتوجه ما شاء الله تبارك الله. ممكن ضع لكم مكان هذا هذه القرية ضخمة، يعني قرية ضخمة، قرية سياحية ضخمة جدا، محترمة يعني عوائل. نحن قريبون من مدينة اسمها الكمار. الكمار أحسن ما شاء الله تبارك الله. نتجه الآن نحو الشاطئ. Thank you.
يغيظك ويحيز في قلبك بكاء وندما على أوطاننا. تعلمون أن مدخول هولندا من الغاز والبترول لأنها دولة بترولية وغازية يقل بكثير عن الجزائر مثلا وعن المملكة السعودية وعن الكويت وإلى البنية التحتية وما تصرفه أو كما نقول وما تنفقه هولندا من أجل المحافظة على أراضيها فقط، أنها أراضي منخفضة ولا بد من المحافظة على هذه الأراضي بعدم طرد البحار أو مياه البحر. تأخذ اليابسة ملايير اليوروات سنويا ملايير اليوروات. الشعب الهولندي شعب لا شعب مسالم وشعب لا يلتفت إليك، عندك حجاب ما عندك حجاب، أنت مسلم لست مسلم، كل واحد يعيش حياته. يعني فرق كبير بين الشعب الهولندي والشعب السويسري مثلا. الشعب السويسري شعب عموما الشعب السويسري شعب عنصري وشعب ليس يقولون مسالم ولكن لا أظن ذلك حقيقة غير. اللهم إلا بعض الفئة القليلة جدا يعني ممكن 10% أو 20% حتى 30% ثلث الشعب السويسري. أما لا البقية شعوب. أمس كانت لي قصة مع امرأة كبيرة فرنسية في فرنسا سألتني كانت تريد أن تأخذ أحد المنتوج في المحلات. تحدثت إليها بعدين سألتني قلت لها في سويسرا هذا نأخذه ب في سويسرا نعم بلد المال ليس كل السويسريين أن يكون المال. قلت لي أنا ما أعلم. قلت لي أن جدي أبوها سويسري امرأة كبيرة يعني في السن ممكن 80 سنة تقريبا. أبوها يعني هذا هو الريف السويسري الريف الهولندي الربيع هولندا وفي الصيف ولا أروع. حياكم الله أحبتي أزهار اللافنت ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لا ليست لافنت هذه أزهار لا أدري ما هذه الأزهار لكن والله طبيعة جميلة جدا. دائما في فيديوهات يقول لكم هولندا لا تقارنها بأي دولة أخرى في أوروبا إطلاقا. وليست من الدول الغالية على فكرة، ممكن البنزين هنا أغلى من ممكن نفس ثمن سويسرا ولكن المتبقي الأثمان معقولة جدا يعني. ان شاء الله حتى نصل الشاطئ ان شاء الله. Au rond-point, prendre la première sortie sur Zeveg N510.